ما في ينصح لا تتبرع بالنصيحة. إذا أنا ما طلبتك النصيحة لا تتبرع فيها. اثنين، لازم أكون أطيقك عشان تنصحني، ما ينفع تجي تنصح واحد وما يطيقك. شفت؟ إذا أول إشي لا تتبرع بالنصيحة ما لم تطلب منك. اثنين، لازم اللي بدك تنصحهم يكونوا طايقينك، يعني ما ينفع تجي على واحد تغصبه، ما ينفع تبعت لبنت أو شاب على الماسنجر وتصير تقول اعمل هيك ولا تسوي هيك وغلط وصح، ما يطلع لك من أنت، مش شغلك. طيب، عرفت كيف؟ فهذا في هذا المضمار نتحرك في سياق النصيحة. معلش دكتور، كمان مرة حرجع على نفس النقطة. ارجعي. في عنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فيما معنى الحديث: من رأى منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ما نذكر موضوع إذا أنا طايق الشخص أو الشخص طايقني. يعني إحنا هذا الرصيد النفسي، لا بس التطبيق النبوي. لذلك الرسول قبل ما يجي يؤمر وينهى كان يعمل رصيد نفسي عنده. عشان يكفي 23 سنة والقرآن ينزل، 23 سنة هو يدعو، 23 سنة، 3 سنواتهم قاعدين بدار الأرقم لحالهم، ولا مرة نسمع عن الرسول أنه أجبر واحد ولا غصبوا على الشهادة ولا غصبوا على الطاعة. فالتطبيق النووي مع هذه الآية وهذه الأحاديث يكملوا بعضهم البعض. هذه قضية. القضية الثانية فرع، عشان نروح نحن وياكي لمنطقة شوي صعبة في النقاش، أنه أنا في نهاية المطاف أريد أما بعد وليس أما قبل. يعني أنا يهمني ما بعد العبادة وليس ما قبلها. أنا ما يهمني أنك تؤديها، ماذا يترتب عليها. عرفت كيف؟ هذا هو الأهم وهذا هو الأفضل.